ومن الفنون الأخرى التي يتم تأديتها خلال أيام الأعياد فن العيالة، ويؤدى في صفين متقابلين من الرجال في حركات وإيدة ووقورة. ويمسك كل مشارك بعصا يحركها مع ضربات الإيقاع، وتقوم مجموعة من حملة البنادق والسيوف والخناجر والعصي بالاستعراض بين الصفين. كما تقام خلال أيام الأعياد في الساحات العمانية العديد من الفنون العمانية حسب الفنون الرائجة في كل ولاية من ولايات السلطنة، ومن بينها فنون الميدان والليوة والمديمة.